اهلا وسهلا اختي كي دايره عليك كي جاتك اختي دلامه مولاتي الثلاجه ناخدها ولا بلاش بعد قبل ما ناخدها الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايوا الزين ديالي كي جاتك دلامه مولاتي الحادكه هاد سامسونج ديال البنات الصراحه في الاخر خديتها اختي وجبتها للدار ما نكذبش عليكم البنات مش هذه وانا باغا ناخذ ثلاجه ولكن كنت باغا ناخذ هاد الشكل هذا وقلت لراجلي را لا ما كانش هاد الشكل راه ما بغيت حتى شي عروسه تدخل عليا الدار انا غنقبل بالدره ولكن الا ما كانت هكا ابلش اللي صافي اختي هي اللي با صافي غزالات خديت هنا الثلاجه كيف كتشوفوا معايا صراحة فنة غزالة عجباتني ما خديتش الكري حيت انا لي هنا في جديدة البنات دغيا كتصدي القضية واخا هادي زايدة في الثمن وهو رخامة فخديت هادي البنات غزالة غزالة لا مارك سامسونج صافي غزالة ديالي شوفوها كيفاش دايرة من الداخل غادي نبدا نحيد لها بلات بلاتي مدوش على دوك الضفيرات راهم غيبانو لكم كحلين واكلين العصا واش غادي نديرو وقت الخرشف هادي في خبارك اختي ولا لا ايوا انا كنموت عليها اختي لكان كان محمد ليا تبارك الله بالحيمة وبطاطا الزيتون على قبل الوليدات كنديرو بالطيطه راه كيجي كيحمق <applause> ايوا صافي غزاله ديالي واخا كيكرفس لينا شويه اليدين مي بون قال لك اللي العسل يصبر القرص نحل صافي غزالات ديالي من بعد ما حطينا التليجه وبدينا كنحيدو لها فدوك لي بلاستيك وداك الشيء ديالها قال لي راجلي والو بغيت نخلي لها انا غير البلاستيك اللي في البيبان قال لك والو اختي ما تخلي لها حتى شي بلاستيكه ايوا قلت هي اللي ما تعاودش حتى راسي نحيد لها اختي كاع البلاستيكات ما عنديش الكرام ديال المشكل صافي غزالات ديالي كيف كتشوفوا الصراحه كبيره وزوينه آه، شوفوا البنات بنادم ما تيشريش الثلاجه ديما دوك مني يشري حاجه ايش زوينة فهمتوا والله يرزق الجميع يا ربي اختي اللي فنيته شي حاجه الله ياتي بها واختي الا كنتي شي حاجه نهزوك فوفنا السماء كاملين ونقولوا يا ربي ترزق داك كل, كل واحد ترزقو داك الشيء اللي كيتمنى يا ربي صافي شتو البنات تفهموا كان في, في الكونجيلاتور او في الفريكو وفيها خمسه في الثلاجه صراحة زوينه 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 بزاف بعد اختي ما حطيتها وداك الشيء ايوا الثلاجه كاينه خاصه اختي اش خاصة خاصه خاصها شي تقدير فعلا تركه ايه وقلتها لزماني قال لي عاوتاني اختي هي اللي, ولو هي اللي وتجي هضرت كي هي الكبيره قلت لها لا خطك عليا صافي اختي هزينا الوليدات في الطوموبيل وشدينا الطريق اختي ياكسا مرجان بالنسبه لبنات المرجان بزاف اللي كيقول لي حكا علاش ما من الهري راه مرجان رخص من الهري راه الهري من المرجان شوفوا البنات يكذب عليكم الكذب واش باقا دابا شي حاجه رخيصه مرجان في حاجه وحده اللي خايبه وانه كيزعمك كتبقى يهز هز 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 انا بالنسبه لي راه من نهار تزوجت وانا تنتقدى منه يعني ولفت ودابا وليت عارف راسي اش كنهز وبعد مرات بعد المرات اختي اللي كنزيغ شويه ولكن على حسب الميزانيه فانا وراجلي قبل ما تنمشيو تنعرفوا راسنا مثلا حاطين واخا راجلي انا عرفتو دابا حفظتو مثلا كيقول لي انا غادي ب الف ريال وراه كيكون غادي ب الف ريال فهمتي يعني انا دابا حفظتو اما كيبغيش يدسرني <applause> والله الا بصح فهمتي ولكن شوفي راه كتمشي أه... تلهري الهري راه فيه الغلا باش نقول لك تقول لي حق الكرو راه كلشي ولا غالي حاجه وحده مرجان فيه لو وفيه وفيه كلشي وصراحه انا عدستي البنات يعني جربت بزاف ديال الحوايج وفي الخارج رجعت المرجان حتى هي كتقدم علاش وانا كنعرفها يعني انا عدوستي ماشي زعما كاينه شي وحده اللي غادي ما شاء الله تقدر زعما كاينه دوزي على في الثمن واش فهمتي البنات راه كلشي غالي حاجه وحده اللي قلت لكم في مرجان البنات صعيبه هي انك كي كتدعي كتبقى يهبط هبط للشاري ويهبط حتى لاكيس وكت بلوكي ايوا صافي لك انت عارفه راسك ديك الثقه ديال اللي كتمشي عليها من شهر لشهر مثلا زدتي على هذيك 100 ولا 200 درهم راه ماشي مشكل اما لا كنتي راسك انك مثلا رانتي انت غير غاده ما راسك اشنو غتاخدي تما فين تقدري تصيدي صافي الغزاله ديالي دخلنا هنا المرجان بدينا كنتقداو كيف كتشوفوا حنا عارفين حتى لي غايون اللي كنمشيو ليهم عارفين باش كنبداو كندخلو كنبداو بداكشي ديال التيت زافي يعني حفظنا صافي ولا عندنا شي حاجه اللي معتاده كنوقفوا فهاد البلاصه ديال الفرما يعني ولينا عارفين راسنا اشنو كناخذو يعني يقدر دابا راجلي يمشي بلا بيا المرجان فغادي مغمض عينيه غادي يتقدى دكش اللي انا محتاجه فهمتي ايوا صافي اختي آه بدينا كنتقداو كيف قلت اللهم ادم هنا محفظة من الزوال مشينا البنات خدينا مخدة الغالي يعني هي اللي كانت زايده فهاد الشهر صراحه على داكشي اللي نورمالمون كناخذو لقيناها بروموسيون فخدينا لو البنات مخيده ايوا صافي غزالات ديالي كيف كتشوفوا معايا صراحه مرجان كان عامر آه حيتاش كانوا ما شاء الله الناس كيشرو في الكتوبه وفي الشكا يا من حاجه من لهنا نبغي نقول اختي لكاع الوالدين وكاع الناس الله يعاونكم على وليداتكم الصراحه ما سهلاش ما سهلاش ما سهلاش آه المدرسه قاصحه سورتو اللي عنده جوج وثلاثه وربعه الله يحفظ لكم وليداتكم ولكن سورتو اللي كيقرا في البريفي راه القضيه قاصحه 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 هي الله يحسن عوان الجامع صافي غزاله ديالي هنا اختي من بعد ما سالينا صافي كان الزوج ديالي هنا بدا كيقاد داكشي البنات انا وليت انا وراجلي كنتعمدو انا نمشيو نتقداو بجوج كنت قبل كمشي نتقدا بوحدي ولكن انا ملي ولا عندي جوج وليدات راه ما بقيتش كنقدر ما بقيتش كنقدر وحتى راجلي كيقول لا اميره من الاحسن نمشيو بجوج حيت كيشوف راسو معايا و... دي مغلوبه آه، انا فاش كنكون معاك كنكون غشة الدراري وغالي راه كيكون كيدور هكا بيناتنا صافي غزاله ديالي هنا متمنى راجعين قلت لراجلي يطرقني إيه عند واحد السيد هنا البنات كيبيع داكشي د لا داند غزال وجديد الصراحه ما بغيتش ناخدو من المرجان حيت سيد السيد جربتو 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 هانتوما علاش قلت البنات انني راه ماشي كنبقى غير هزاز كنعرف راسي اش كناخذ وكاينه شي حاجه اللي مجربة في مرجان كنعاود ندور بصحتها صافي غزالات ديالي يعني جيت انا عارفه راسي ان هاد السيد اللي خديت من عنده الحاجه فغادي ناخذها مزيانه اون فوا دخلت للدار هنا كان الليل صافي كيف كتشوفوا راه طاح الظلام آه غادي نحط هادو غير في الثلاجه هادشي اللي خدي لي راجلي الثلاجه لتحت ما غاديش نقادهم في الميكات حتى الصباح اختي ما غاديش نقدر وغنمشي نطيب لهم العشيوه بالنسبه للعشيوه الغزالات ديالي فانا درت ليهم هنايا غير البصله والصوصيص وصافي وشربنا واحد القريعه ديال وغادي نحاول نحيد البنات من هاد السيكان داكشي اللي غادي يخسر أه حيت الفرماج داكشي اللي انا عارفه انه الا صبح صباح راه غنلقاه رحمه الله عليه غادي نحيد الفرماج البنات وكنخدينا خدينا الفاكهه غادي نحيد الفاكهه علاش حيت الفاكهه الصيف دابا عندك شريحة التمر الزبيب هذاك الشيء كامل كيحماض الا بقى في الميكات دونك هذا الشيء غادي نحيدو وغادي اختي نمشي نتكا ايوا صافي من بعد وعادي ان شاء الله حنا رايحين في الصباح غادي نوض نبدا نستف في داكشي اللي خاصو يتستف حتى شي حاجه ما غادي تهرب انا ما غاديش نكل يوم دا يلاه مع الشيو في الليل او اليوم نعس وليداتي وندير داك الشيء اللي خاصني نديرو غادي نمشي نبدا نستف في السلعه راه ما يمكنش آه الليل ديال النعاس والصباح ديال الشقه انا كنت كنغلط وديما كنشقى في الليل وشحال من حاجه ولكن البنات راه مامس الكاش صافي هنا ما كفاتنيش هذه القرعه الكركاع غادي نحاول نقلب على قرعه اكبر وصافي كل حاجه البنات هنا غادي تشد ل... البريصات ديالها اولا آه قبل ما تكون الدخول المدرسي او العواشر او العيد او اي حاجه نحاولوا نتقداو كل شيء ونحطوا كل حاجه آه في بلاصتها علاش حيت دابا حنا غادي بلاد مولف انه كيسهر كيصبح ناعس الخمول الكسل دابا غادي يبدا واحد واحد المرحله جديده او متغايره في حياته اللي غادي يكون فيها شويه ديال الجهد الا ما كانش بزاف الحوايج منظمين فمني غادي نكون انا مقديه كل شيء اول حاجه غنتكيس على جيبي حيت التقديه مني كتقدي كل شيء راه كتكونسومي قل ما كتبقاي كل نهار تقداي ثاني حاجه جهدي ما بقاش كل مره غادا جايه للحانوت كل مره غادا جايه للسويقه آه ثالث حاجه يعني غادي نولي انا اول يوم نفيق عاد نخرج نتقدا ونجي نوجد الغدا ولدي يجي من المدرسه وما يلقاش موجود غادي يكون عندي كل شيء في داري غنفيق نفطر وليداتي نصيفط لي غادي تصيفط للمدرسه اختي منين منين نسالي نبدا نوجد في غديوتي ولدي يجي في 11 ونص ولا 12 القط طب واجده صافي غزالات ديالي كيف كتشوفون من بعد ما صبح الصباح وشحال من حاجه هنا قلت غادي نعطي لولادي يفطروا ولكن قبل كل شيء غادي نحاول ندير هاد الجرانولا في لي بواط ديالها بالنسبه لبنات هاد الكرانولا هادي فانا غادي نحاول نبدا نحاول نبدا مره هي نعطيها للداري مره نعطيهم الشيه فغادي نبدا ندخل لهم الشيه آه هذا الا شحال من حاجه غادي نصوبها في الفيديوهات الجايين ان شاء الله يا ربي ما تحنتنيش ربي واش ولكن انا راه تيخرجوا ليا شي حوايج في حياتي تنسى التصوير صافي الغزالات ديالي كيف كتشوفوا معايا وهنايا كان هاد لي فرماج البنات كيف كتشوفوا هادو راه الليل غير في غير حطيت هكا في الثلاجه دابا غاني نجمعهم في, في البواطات ديالهم كناخذ البنات المازدام هنايا عندي البارموزان و في فومي و لا دانت فومي هادو كينفعوا بزاف بالنسبه للبنات اللي لانش بوكس ديال الدراري وشحال من حاجه انا من دراسه ولدي هاد العام ما بقاوش دايرين الغداء في المدرسه هنا وانا اختي فهادشي غادي نبدا نحتاجو في الصباح يعني من الدري شوفو متقولوش ليا الصحي ولا غير الصحي باش نقول لكم واحد الحاجه في المدرسه راه كيتعاندو راه كيتعاندو يعني ما فيها باس مره مره يدي معاه واحد الطوست ولا واحد خبيز فيه شويه الفرماج واحد دانت ماء واحد فرماج فيمي راه ما فيها باس راه ما يمكنش الدري يبقى يشوف المدرسه راه ما يمكنش الا بغيتي ولدك ما يتعاندش لك اختي وياكل لك الاكل الصحي 100% قلت في حداك في الدار باش ندويو في الصراحه وندويو واقعيين راح الدراري كيتعاندو الدري كيبقى غير دري والدري ما الدري باش ندويو اختي في المعقول ما نبقاوش نقولو شي هضره اللي ما يمكنش صافي الغزالات ديالي هنا كيف كتشوفو بديت في التقضيه قصحت الهضره <تصحة> راح يش بصح كيقتلوني كيبداو الاكل الصحي من الاكل الصحي الاكل الصحي راه ممكن الا ولدك معك في الدار اما برا الدار راه ما يمكنش حيت ما يمكنش انا ولدي كيشوف واحد كياكل كي خبز فيه شي حاجه وهو كيشوف فيه كيحس الحرمان في هذيك اللحظه انا غنمشي نموت ففي الغزالات ديالي هنا حطيت الكورنيشون لاموطارد صوجة الكيتشوب كاع داكشي اللي غنحتاج هنا البنات كان باقي عندي شويه ديال اغريش او الخليع حطيت حداهم الكونفيتور بالنسبه للراجل اللي كيبغي ديال الكرموس وانا كنبغي اختي ديال الفرانبواز فلهذا كناخذوا هكا كل واحد وقراتو وهنا اختي بالنسبه لهاد الزبده ما كناكلوهاش فانا كنديرها غير في المسمن هكا لا بيشاميل الا إيه احتاجيتها اما زبده الماكله راه بوحديها وما كناخذوهاش بزاف الصراحه صافي غزاله ديالي ها نورمالمون باش كيفطروا ولادي يعني ما كياكلوش الزبده بزاف أه هنا البنات هنا عندي كيري ولافاش كيري انا ما كناكلش كيري واخا تحطيه ليا 10 سنين بالنسبة لراجلي ولادي كيموتو عليه فهما كياخدو كيري وبعد ما مرات كياخدو معايا لافاش كيري أنا البنات كناخد مرة شحال لافاش كيري حيت أنا ما عنديش مع الفرماج أو مشتقات الحليب أون جينيرال هذاك الشيء علاش البنات ديما سخفانة وديما فيا السخفة وفي الموت بفقر الدم والله العظيم الله يهديني وما عرفتش اش غنقول لكم <applause> ما عرفتش علاش البنات وحق الله العظيم لا اله الا الله محمد رسول الله اختكم ما عنديش مع مشتقات الحليب والو بحال لك كتعطيني الدواء والدواء ممكن نشربه لك بكل صدر رحب ولكن هادشي ديال مشتقات الحليب سبحان الله ما عنديش مع اختي ما عرفتش علاش هادشي اللي عطى الله اسق شوفو البنات بالنسبه لي رونجمون ديال الثلاجه فانا باقا ما خديتهمش يلاه غادي ندوموندي على وحدين من انستغرام أه داكشي باقي ما خديتهمش دوك أه غير قبلوا على هادشي اللي اللي عندي دابا هادو راه كاينين شي وحدين ولاو فيهم ديطاش كحلين ما أه بغاوش كاع باقيين يحيدوا ليا ماشي مشكل قلت غادي نديباني بهم بعد زعما كاين وناخد هكا دي غير ان شاء الله الرحمن الرحيم نفوت هاد الشهر تشارككم عارفين تبارك الله خديت الثلاجه وخديت بزاف ديال الحوايج للدار اللي غادي نشارككم معكم البنات في فيديو فيديوهات جايين ان شاء الله بزاف ديال الحوايج اللي بدلتهم في داري وتقضيا وهذا المدرسه الكتوبه دونك واخا راجلي يقدر زعما ما يقول لي والو ولكن انا عارفة راسي انني راه ما خاصنيش نبسل وصافي البنات باش ما نحرجوش حتى هو ولا لا يخطي علينا البنات راه مسكين وحق الله الرجال اون جينيرال راه كيديروا اكثر من الجهد ديالهم انا تندوي على الرجال اختي صافي هنا كيف كتشوفوا نورمالمون البنات انا راجلي كيبغي البيض بلدي ولكن دابا الصيف كيحماض وكيخسر فخدينا الرومي شويه شويه بدا يبرد الحال عاد غادي نرجعو اختي لبلدي صافي هنا بالنسبه للكروفيت البنات فانا ديما كناخد هكا اما الكروفيت اما داك لي بلاستيك ديال لي فرويد ماغ أه تقول لي راه حقا صغار اه انا راه كنبغي البنات بعد ما هكا البيتزا ولا الروز ولا لي بات ولا شي حاجه اما كيما احسن داكشي يكون فخي صافي الغزالات ديالي هذاك آه غادي بعدا هنا بديت كنقاد لي نوغات بالنسبه لهاد البنات هاد لي زي بلاك ديال هادو ديما البنات نعطيكم واحد النصيحه اللي كيكون غلاقتها ماشي غلاقتها سدات هاد السداده ديالها الزرقاء راه هي ديال الكونجيلاتور اللي كتكون حمراء راه ماشي ديال الكونجيلاتور ماشي ديال الفريكو صافي غادي نحاول نقسم قسمت لي نوقات لي ستيك غادي ندير الكفته هي يا، المهم البنات هنا ما اللحم غتقول علاش حيت باقي عندي تبارك الله باقي عندي اللحم في ايوا صافي اختي كتبغي تستفي داكشي ديال البنات وكتدي ليه فيمو وكتحاولي تخرجي الهواء من الزي بلاك وكتطوي هكا باش كيبقى لك داكشي منظم انا البنات غادي ندير واحد داك الرول ولا البنات عرفتوه اللي كيسطح الكفته وداكشي من شيين غادي نكوموندي عليه وان شاء الله نشوف واش عملي الا كان عملي نشاركو معاكم اللي هكا واحد رولو كي كيخلي الكفته مسطحه وكيخرج الهواء من لي بلاستيك فمن بعد ما سالينا اختي من الدواجن غادي ندوزو للفرماج حمر هنا كنت قطعتو طريفات ودرتو في البلاطو ودرتو تات كونجلا ليا عاد خرجتو غنقسمو في ميكات فاش غنقسمو في ميكات غنجمعو في ميكا علاش درتو البنات تات كونجلا عاد جمعتو في ميكا باش ما كيتلاصقش ليا مع بعضياتو كيجيني ساهل فاش نبغي نجبد كنلقى كل طرف البنات ما لاصقش مع بعضياتو صافي غادي نبدا نستف البنات اه هنا البنات نتوما هاد البلاصة ديال اللحم هاد المجرد ديال اللحم بالنسبه للكروفيت فكان عندي باقي عندي لي بلاستيك وزدت هذيك آه تنفعني تنفعني البنات انا البنات انا حتى ما كنديرها في الفريغو حيت كنشريها بالزايد شويه صافي غزاله ديالي من بعد ما ساليت هادشي غادي ندوز هنا نعجن الخبز كيف كتشوفوا معايا نعجن الخبز عاد نكمل داك الشيء اللي خاصني المهم البنات هذه هي المراه كتقطر هكا وطر هكا وطر هكا ايوا الله يعطينا غير الجهد الصحيحه مع وليداتنا راه حتى رجالة ما شاء الله راه كيضربوا تماره البنات مع وليداتهم غير الله يكمل العائله شي هكا يكمل شي والله يخليش يشمل كل شي مجموع يا ربي صافي الغزالات ديالي كيف كتشوفوا معايا فزعما بم... مع الخبز انا كنعجنو البنات مرخوف آه كيجي مفشفش وكيجي زوين صافي آه كنعجن البنات خبيز هكا بالزرع ما كاين ما من الزرع البنات آه كتحسي بمصير ناتك ولاو كيحمقوا تنقاو والله في غادي نكرس هكا الخبيزات ديالي غادي نديرهم يخمروا وغادي نمشي خويتي لا دار الروينه واش نتوما شفتوا واش شفتوا حتى البلاكه ديال السلعه صافي انا درت لي داكشي خفن زربن جمعت كلشي وقديته ونظمته كيف كتشوفوا معايا صافي غزالات ديالي الحمص الكسكسو الروس باكيتي كاع داكشي اللي كنحتاج اما دوك السوبيرات فيهم قعقلة بسي بيسا دوي نور داكشي كامل منظم اختي وهنايا عندي السكر القهوه آه عندي لي زي بلاك سنيده المهم كاع داكشي اللي كنحتاجو ايوا صافي اختلات ديالي هنا من بعد ما خرجت قديت الخضره ورجعت عصرت لي واحد العويصر اختي باش نرجع الطاقه حيت كانت واحد الشمس واحد الشمس البنات راه ميمكنش 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 ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش خطير عاد شفتي ما يمكنش علاش حيت فعلا صافي آه كان الحليب هنا بارد فقلت غادي نشرب شي حاجه نرجع بها الطاقه ديالي وغسل الفروي نحطو حتى هو يبرد عاد اختي غادي ندوز باش نستف الخطرة ديالي ايوا اختي متعيبيش لي على الخرشف عاوتاني الخرجه <applause> اختي كعجبني كعجبني بزورتو لك ما كاينش كيعجبنيها البنات سبحان الله الا كان محمد بالحامض والزيتون وداكشي كيجي كيحمق صافي غادي ندوز اخوتي نقاد هاد الخضره هادي كل حاجه تشد بلايصتها كيف كتشوفوا معايا هنا عندي خيزو الثومه الحمراء شوفوا تبارك الله شحال غزاله البنات دابا ديروا الثومه وزيت العود والشريحه وخبيوها للبرده البنات انا تانا غادي ندير منها ان شاء الله احمر الرحيم راه دواء غزال سورتو اللي كيمرضوا الوليدات بزاف كتخليهم يشدوا المناعه انا ولادي ما كيبغيوهاش ولكن غنديرها لهم وغنبدا نعطي بزز من منهم البنات صافي غزالات ديالي كيف كتشوفوا معايا شوف ما شاء الله هاد هاد الفلفله شحال البنات كتبري صافي هنا البنات الكورجيت درتها الطويله والمدوره الخيار خيزو كل حاجه شدت بلايصتها ايوا صافي غزالات ديالي غادي نرد كلشي هكا للثلاجه وهكا هكا الفيديو ديالي كلو البنات يعني كل حاجه شدت بلاصتها وان شاء الله الرحمن الرحيم عاد دابا غندوزو لتخمال الدار ونستقبلوا الدخول المدرسي بالصحيحه والسلامه والرزق للجميع يا ربي وكوبيزو غزالاتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع حبابكم واصحابكم ما تنساونيش بلي لايك و وش نقول لكم تلقاو فيديو جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم يلا السلام عليكم <applause>